الألف أخويا غالي، الألف غالي بزاف، الألف غالي وخاص الناس معاونة، وهذا الشيء راه في راسكم بأن الألف غالي بزاف. السوق مزيان ومن السوق مزيان، واخا كاين الثمن مزيان السوق، السوق راه مزيان، ولكن هذا الشيء ديال الكسيبة وهذا مغليها الألف. الألف أخويا اللي مغليها بزاف، الألف الألف فوق القانون، كما كانش الألف غالي الكسيبة تكون رخيصة، ولكن الألف غالي بزاف، الألف غالي، الألف غالي أخويا الألف. بزاف هاد العام ناقص بزاف على داك العام اللي فات، هاد العام زايد الألف وزايد كلشي، والكسيبه دارت الثمن، العام الاول كانت ناقصه، هاد العام الكسيبه دارت الثمن بزاف بزاف، والفلاحه شويه من كاينش داك الشيء اللي تعرف فيه ان الفلاحه مزيانه، راه ناقصه الفلاحه، راه ناقصه ناقصه 100% بحال العام الاول قل وشي شويه زايده على العام الاول مزيانه. وما سوق خميس عندنا مزيان، دعم الدعم ما وصلش هنايا، ما كاين لا دعم لا شي حاجه، ما كاينش ما وصلش. نوصي لاش خويا شنو بحال هنا؟ لا زيد زيد 5 دراهم. تعرف الاثمنه غلات شويه العلف اخويا. العلف صح الحاولي هذا العام يدوز قاصح. غالي حد العلف غلا. شحال زاد العلف؟ والعلف راه تقريبا زاد نص بالنص. الدراهم كانت تدير 16 ريال ولا 28 ما. الثمن قاصح شويه اخويا. والحاجه الدرا شنو نقول، كل عارف اللي في المهنه ديالو اللي فيها. اه عاد جا على الدرا صافي. فرق شويه تقريبا 50 فرانك في الدرا. اما بحال كانت ب 18 درهم دابا هي 28 ريال. اللي دايره دابا. وما داك الشيء العرف غالي كامل. الجبنه هو داير 25 درهم. الشمندر داير 5000 و 5000 ريال. الخيشه. الاخرى داير 2400 الله يحسن لها، وراه الكساب واكل الفصه داير 24 28 خنشة ما فيها والو، ما هذا ما دايره ما تعطيتها حاجه لا فيتامين البهيم والو، عالوراق مطحون كابين عليه شي حاجه راه تبيعوها لك 28 النخالة اخويا دايره 24 راه لا اله الا الله تتحل تتفتحها ما صافي مشات النخالة مش تعلف لك 28 ساعات ولا وصافي. العلف غالي يا عمي، واش العلف الشمندق دابا هو عامل 4700 والنخالة 24 دابا انا العلف رخيص ايات ديالي ضايعه، انا راجل بصير وما عندي والو وما عندي الله، وزهدني العلف وزهدني الاولاد وزهدني الحياه زهدت